بدك اسمك؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، اينما كنتم انا مرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء، بالضبط امام مقاطعه سيدي بليوط بعد الوقفه الاحتجاجيه اللي نظموا المكتب النقابي لموظفي مقاطعه سيدي بليوط يو ام تي تعبيرا عن تضامنهم اللامشروط مع السيد علي الشهيد مدير المصالح. ومعنا شخص اللي من ضمن هذه المقاطعه سيدي بليوط ومن الناس من ضمن مجلس المستشارين في هذه المنطقه هذه، احكي لنا الاساسيات اللي مشات عليها هذه الوقفه هذه وشنو المشكل اللي وقع بالضبط لأدى تكون هذه الوقفة. سي سبيدا السلام عليكم. سي سبيدا الاهتمام ديالكم اللي تعطيه السيد بليوط على جميع الأقسام. سعيد السبيطي عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط. اليوم أنا كنمر من شارع عنفا فإذا به تنتفاجئ بأن هناك وقفة ديال واحد دعت لها واحد النقابة مع مدير مقاطعة سيدي بليوط. واللي تيتقال حسب بعض التصريحات وهذا بانه المدير تهان وبان المدير هذا وبان المستشارين تدخلوا في شؤون الموظفين الى اخره، اتهامات لا معنى لها ولا اساس لها من الصحه. الحقيقه هو انه هناك من يريد يقحم مقاطعه سيدي بليوط الى مسار جد خطير لم تشهده هذه المقاطعه منذ سنين. فهذا المسار اللي وقع اليوم خاص ينتبه ليه السلطات وجميع من له حق مراقبة عمل المقاطعة، أنه لا يمكن أن نخلق صراعا بين الموظفين والمستشارين، كل في نطاق عمله. فالمستشارين كما يشهد الجميع أن المستشارين ليست لهم علاقة بالموظفين ولا يتدخلون في شؤون الموظفين، هناك احترام دائم لجميع الموظفين. ولكن ما وقع، سأحكي لكم ما وقع، أنه تسريب أولا لجلسة مغلقة هي ديال لجنة التعمير والبيئة لحد الساعة اللي سمعت بعض التصريحات أن أحد الموظفين تيصرح وأنه تيقول بأن مستشارين وجبد الأسماء ديالهم انهم هانوا المدير الى اخره. ما وقع داخل جلسه مغلقه ولحد الساعه لم يخرج المحضر، فكيف للسيد المدير اللي هو مكلف بالمصالح المقاطعه ان يخرج ما وقع؟ افتري بعض الامور اللي ما وقعتش داخل اللجنه. نعم، كان هناك اجتماع ديال لجنه التعمير حول موضوع ما وتدخل الاعضاء، دخل احد الاعضاء فطالب بحضور المدير الذي لم يكن حاضرا، لان اللجنه يجب ان يحضرها الموظفون. لما نشتغل داخل اللجنه نشتغل باعانه الموظفين، فلم يكن هناك موظف فطالب بحضور سيد المدير لما فاه بما لا يحق له، فقال لبعض الاعضاء انه كيف لكم ان تحضروا هذه الجلسه؟ لا يحق لكم ان تحضروا، وهذا ليس من حقه، ليس من حقه ان يتدخل في شؤون المستشارين في شؤون الاعضاء. هذا هو المشكل. فهناك احتج مباشره، احتج بعض المستشارين منهم عبد ربيه، كيف لك يا سيد المدير ان تتدخل في شؤون المستشارين وتقول للسيد المستشار كيف لك ان تحضر؟ هذا هو الصراع، هذا هو المشكل. اذا بسيط جدا جدا، علاش وقع شوف بين المستشارين والمطلع؟ فكيف للسيد المدير ان يحول هذا المشكل الى صراع؟ ليس هناك صراع، نحن كاعضاء لنا عملنا وللموظف له عمله. ففي هذه اللحظه هذه اللي وقع هذا الشيء هبط بعض المستشارين، هبطوا عند الرئيسه ليشتكوا الامر ويطلعها بما وقع. هذا الشيء اللي وقع، فاذا به السيد المدير خلق قصه وألب الموظفين على اساس ان يقفوا هذه الوقفه التي لا يحق لها وكانت بتحريض منه، حيث انه تضر على المصالح رؤساء المصالح وتطلبوا منهم باش يجيو يحضروا هذه الوقفه. هذه الوقفه هذه واش عندها
واحد التاشير السلبي على المقاطعه السلبيه والعمل اللي كيدير المقاطعه السلبيه. هذا تيزيد الطين بله. حنا عندنا واحد المشكل في المقاطعه السلبيه، مشكل تدبير التدبير اليومي ديال الرئيسه، نحن ننتقده ما مره ودرنا مراسلات في الامر، فكيف للموظفين ان يدخلوا في هذا الصراع؟ نحن عندنا صراع سياسي مع السيده الرئيسه. الرئيسه شنو في الامور؟ هذا بإعاز منها، لان هي لو ارادت ان توقف هذه البهزله كانت ان توقفها، لان المدير يعمل تحت امرتها وكل ذلك مخطط له بين المدير وبين الرئيسه، وهذا ما سيؤدي بمقاطعه سيدي بليوط الى ما تحمد عقباه. فهنا انبه من هذا المنبر، انبه السلطات المعنيه ان تفتح تحقيقا في هذا الامر وكيف جاءت هذه الوقفه. نعم للنقابه عندها الحق توقف اي لحظه اي لحظه، ولكن ان يدعو المدير مدير المقاطعه اللي هو الصاهر على الموظفين والصاهر على شؤون تدبير الاداره انه يقف وراء هذه الوقفه، فهذا لا يمكن ان نقبله بتاتا. اصحاب النقابه كيف اصحاب النقابه اللي تنطلب من النقابه، وهذه النقابه التي نحترمها ومسؤولها كلهم اصدقاؤنا، وكذلك الموظفون الذين ينتمون لها، تنوجه لهم نداء انهم لا يقحموا انفسهم في شؤون المستشارين، فالمستشارين بجميعهم يقدرون الموظفين ويقدرون مجهوداتهم، ولكن لا يمكن ان يدخلوا في هذا الصراع بين بعض المستشارين والرئيسة على أساس مصلحة المواطنين. هذا ما كان أحد المستشارين في مقاطعة دبليو أنك واحد الناس تخدم شيء عاملا جاهدا في المقاطعات، شنو المطالب ديالك وشنو الهدف ديالك في المقاطعات؟ كما في علمكم ربما كانت لنا لقاءات أخرى، أننا راسلنا الجهات المعنية، إحنا تنديروا الإدارة، تنديروا مراسلات عميقة، مراسلات معبرة، مراسلات تضبط الخروقات، ننتظر الجواب. احنا كيف علمكم كتبنا العمالة، الولاية الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الجهوي للحسابات، على أن يتدخلوا في أمر البيوت لا تسير في الطريق الصحيح، يعلمها الجميع، والرئيسة تريد أن تنفرد بالتسيير، عندها تسير انفرادي وعشوائي في نفس الوقت، ولا يمكن سيدي بليوط اللي عندها تاريخ في دار بيضاء انها يمكن ان تسير في هذا المسار، وما وقع اليوم فاعتبره مهزله في التسيير. غتقول الرئيسه انا ليس لي علاقه بالامر، اقول من هذا المنبر ان هي مدبره هذا لتضغط على المستشارين حتى لا يقولوا كلمه حق في شؤون مصالح سيدي بليوط.